بنوب عماد زود الإساءة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وغلط فيه جدا جدا جدا. وهو قاعد يغلط في الرسول صلى الله عليه وسلم، قاعد يقول ان هو بيتجوز كتير، وقاعد يقول ألفاظ مش هقدر أقولها في الفيديو. تفاش بكده، بل تطاول على النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان هو تزوج ب500 امرأة. انا شخص مسيحي، لو انا دخلت اشتم شخص برضو مش مسيحي مسلم اكيد هيبقى رده يعني رده هيبقى شديد قوي عليا وهيشتمني برضو. فعامه يعني انا بعتذر لكم جدا 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 على اللي حصل ده، وحقكم عليا بصراحه، حقكم ان كنتوا تزعلوا وان كنتوا تشوفوا حاجه زي كده. فبجد انا متاسف جدا جدا.